لا دابا حاليا ملي داز راس العام وحنا جالسين هاد المرات في السيمانه ما كتشد حتى ريال. وبالنسبه للاجانب قليل اللي حاصل هنا وغيمشي، لا يعيد عندك بياسه ولا فحال اليهود المغاربه ولا فحال اللي مقيمين هنا هما اللي كيتقدوا عندنا. هادشي اللي كاين بالنسبه للاجانب الاخرين ما كاين والو. لا ماشي كنا ماشي فحال كنا موالفين بالنسبه للاعياد وداكشي، حاجه قليله ما كاينش شي حاجه كيما موالفين، حركه ناقصه بزاف. لا بالنسبه من عند الدوله لا ما خدينا والو، غير يعني حنا دايرين لاصينا اساسيه اللي كانت كتعطينا ملي كنا جالسين في الكورونا، هي اللي عطاتنا. هي بالنسبه للقطاع الصناعه التقليديه احنا اللي عطينا الاهتمام، ماشي بالنسبه يعني احنا اللي كنطوروها. يعني كل مره بالنسبه للبراني هو اللي كيطلب لك الجديد، هو اللي يعني كتضارب باش تصاوب موديل جديد او دير شي حاجه جديده باش يكون عليها الاقبال. بالنسبه للاثمنه، اثمنه مناسبه دابا سيرتو في هاد الكورونا هذه، الناس ولات كتخدم بثمن قل، يعني عطيها تخدم، المهم باش ما تجلسش صف. بيان سور في هذه القضيه هذه كنطلبوا من السلطات يعني من وزاره السياحه اللي كي يطلقوا هذه الرحلات. حنايا بالنسبه ملي كيسدوا هذه الرحلات الجويه حنا راه في حاله سدين المحلات، ما كندير والو. سيدي ما محاكا شي بزاف، القضيه واقفه بزاف ماشي شويه، وتنتمنوا على الله يحيد عينا هذا الوباء وتحرك الدنيا. ما كاين والو غير تزيد تتأزم، ما كاين لا اجانب ولا داخلي. الحمد لله نتمنى الله تعالى يبدل علينا هذه الساعه هذه. ايوا الرساله ديالي تنطلب الله تعالى يحلوا لنا الطيارات وتحل المشكل ديال باش تحرك الدنيا شويه على الله. هادشي اللي غنقول لك انا. ايوا اثمنه عاديه ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. القفطان كان القفطان كون حاجه وثمنها، قول لي الجلابه جلابه ودو بياسات بحال هادشي هذا، الدراري الصغار مناسبه، كلشي مناسب، هي الدنيا اللي واقفه شويه.